تحيا الجزائر. السوسياليزم هو كل واحد نعطيوه مغرف مغرف فقط، ما نعطيوه شلوش فقط. الشيء اللي يحتاجوه بمدينة السلاح والله والله المسائل تاع السيرفيس ولا كذا يجيبهم من الامريكان. ما كانش راجل ثقة وراجل الخفاء وراجل المهام الصعبة. Il a eu des renseignements confidentiels même au sein de l'armée française. وهذه ما نسوهلوش. La participation effective à la construction de notre pays. استخباراتي، التسليح، اللاسلكي إلى آخره. تحصل على مشروع تاع القنبلة النووية. هو ستانكو بريباري، ما كاين والو. هذاك ستانكو داروه مسعود. إلا شتي أن أفيون، أن أفيون باش يجيبها. أتنسى الجزائر حواءها؟ وامجادها لم تزل قائمه. لو كان جاي يحسب الحساب اللي كاينه مؤامره كون كان يدير لهم كيما دار كيسنجر. بعد الاستقلال
طلب مسعود تسريحه من الجيش ليتفرغ لأعماله ونشاطاته الخاصة، ومن خلال هذين الوثيقتين الأولى الموقعة في سنة 64-900 والثانية الموقعة سنة 70-900 تفيد الشهادتين أن مسعود زغار المدعو رشيد كازا تم تسريحه من الجيش برتبة رائد، وهي الصفة التي كان معروفا بها في جيش التحرير وكذلك غداة الاستقلال. التحالف الشهير بين بنبلة وهواري بومدين الذي بموجبه استلم السلطة بانقلاب أبيض على الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها يوسف بن خدة، تحالف لم يدم طويلا خاصة بعد أزمة صيف 63-900 التي عرفت استقالة فرحات عباس وانسحاب بوضياف والتمرد المسلح لأيت أحمد كادت أن تعصف بكيان الدولة الوليدة. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. En 1963, il y a eu des événements, peut-être une fois de l'Iran, mais des événements très importants. Septembre, le président Ahmed Ben Bella, le président de la République. J'ai l'honneur de vous présenter, en ce début de session, les nouveaux membres du gouvernement. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense, Hawari Boumedien. استقالت طرحات عباس من المجلس الوطني. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première assemblée nationale algérienne souveraine. ثم فيما بعد استقالة أحمد مدغري من وزارة الداخلية. بعد استقلال كان عنده دور مهم. صح، إنه كان عنده اتصالات كبار مع الأمريكان بواسطة هذاك جوني اللي عرفوه في المغرب. دور نتاعو بعد الاستقلال نجمو نقولو باللي كان من الناس اللي حاولوا يفكوا الحصار الجزائر بالنسبة للسياسة اللي كانت تنتهجها الجزائر في وقت بن بلة. بومدين اتصل ب سي مسعود زكار قالوا بلي ان بن بلة راه استولى على الحكم لانه يحاول باش يخلق جيش موازي وهو الميليشيا في هذاك الوقت. Je ne suis pas un dictateur et je n'ai pas du tout vraiment de vocation à l'être. Mais je suis pour un régime révolutionnaire. Et un régime révolutionnaire a besoin d'un centralisme révolutionnaire contrôlé, mais un centralisme révolutionnaire, tout simplement. Donc, قالوا شفنا كيفاش نخرجوا من هذه الوضعية هذه. لازمنا تحوسنا على إمكانيات على دراهم كما نقولوا احنا باش نشريو السلاح. ولا بومدين كي يحتاج سلاح سبيسيال والله يبعث رشيد يشري من تما. ما كانش هذه لابيل دواف ولا كذا ولا كذا. إذا عنده ثقة تامة فيه. رجل الخفق. Un homme de Londres. كل مسؤول كان عنده رجل الخفا نتاعو. الشيء اللي يحتاجو بومدين السلاح ولا مسائل تاع السيرفيس ولا كذا يجيبهم من الامريكان ما كانش. جاء في هذا التقرير السري حول مسعود زكار والذي حصلت عليه الشروق حصريا. إن التحقيق قد بين على أن الرئيس هواري بومدين عندما كان وزيرا للدفاع الوطني انتقل إلى وهران للاتصال بزكار يطلب منه العودة إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي حتى يتفرغ لمهام الولايات المتحدة معينة وخاصة الاتصال بالولايات المتحدة. فتبعا لتلك المقابلة وضمن شروطها كلف زكار بتأدية عدد كبير من المهام في الولايات المتحدة، كما أن التحقيق قد بين وبصفة قاطعة على أن اتصالات زكار كانت مباشرة مع الرئيس الراحل الذي كان يستقبله بمفرده.
بصح هذه من بعد استقلال يعني خدم خدمة اللي قليل نجمو يخدموها مع الأمريكان. وبومدجن كان فيه واحدة عنده الثقة تاع رشيد، عنده الثقة في بومدجن، وبومدجن تايق في رشيد. علي روسي لي بو سيتي الشيف تاع علي روسي لي بو تاع الخارجة في تاعنا. تاعنا كان مرباح وجماعة، هو في الخارج هو اللي يجيب دامريك ودو فرنسا، وهذاك اللي يجيب دي رسيمون يبعثهم للجماعة. بدأ بومدين بإعداد العدة للإطاحة ببنبلة، حيث باشر اتصالاته الأولى مع مسعود زغار رفيق دربه أثناء الكفاح المسلحة، وذلك بالتنقل إليه إلى وهران، حيث أطلعه عن الوضع وكلفه بمهام لا يعرفها ولا يفقهها إلا مسعود. ومن هنا لعب مسعود دورا لوجستيا ودبلوماسيا وحتى سياسيا لتوفير الدعم لرفيق السلاح هواري بومدين لإنجاح الانقلاب، ناهيك أنه وفر خطة كاملة كانت بمثابة مأمنا خاصا لبومدين في حالة فشل الانقلاب، وهو ذاته الدور الذي لعبه مسعود سنة 1961 عندما أمر بوصوف الأب الروحي للمخابرات بإعدام بومدين، حيث نجح مسعود في لعب دورا في إنقاذه وضمان مكان آمن لبومدين في الدار البيضاء المغربية. ثقة ما بينتهم ثقة تاع صح يعني تاع إنه فاتوا في الأزمة تاع الوقت اللي كانوا يقلبوا على بومدين وكذا ورشيد يخبيه وكذا ولا خير ليه، يعني متينة ما بينتهم. بدأ المهمة تاعو هذه، بدأ في المهمة تاعو حسب الأخر، اتصل بالأحد البنكيين الإسبانيين اللي هو ساولا هذا كان من مساعديهم في أثناء الثورة التحريرية. إذن هو قال أنا إذا كان راني في صراع مع فرنسا ماذا بيا أمريكا نبعدها شوية على المواقف تاع فرنسا، هو لعب هذا الدور، هذا دور سياسي ودبلوماسي. وطلبوا منه باش يحد لهم قرض 7 ملايير فرانك ولا المهم في هذه الحدود هذه اللي بالشراء لاقتناء الأسلحة. شهادة السيد أيت مسعودان كما افترضته من قبل، فكان دوره يتمثل في المحافظة على الاتصالات مع الحكومة الأمريكية والتدخل للحصول على قروض لمخططاتنا التنموية. نفس الشيء بالنسبة إلى السيد روكفيلر رئيس شيزمنهاتن بانك وشقيق نائب الرئيس الأمريكي، الذي أتى حسب ما سمعته بتقديم قروض لمشاريع استثمارية في الجزائر. ثم لعب دور آخر من فرنسا، من الجزائر احتاجت إلى مالية، هو اللي ساعد مع روكفيلر اللي كان مدير نتاع تشيز مانهاتن بانك، هو اللي جاب له البرمي غران كريدي. فيظهر أن السفير الولايات المتحدة في ذلك الوقت، لأنهم كانوا عارفين باللي أن فيه تقلبات وفيه اللقر، يبدو أنه قدم تقارير للبلاد يقول فيه أن بنبلة سيبقى في الحكم لمدة 20 سنة قادمة. المهم وصلوا للترتيبات نتاعهم إلى آخره، وتم التصحيح، تم التصحيح حول انقلاب كامبورت التسمية. أيها الشعب الجزائري الأبي، لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا إلى استبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم، فقد اعتقد أنك استسلمت لنوم عميق، ولكن الأحداث قد برهنت له على عكس ذلك. في هذه الليلة هذيك يا بعد مسعود بومدين، مسعود يتصل بهذا واحد من الأقربان تاع الأمريكيين اللي هو دان سابير، باش يتصل بالسفير الولايات المتحدة الأمريكية ويخبروا باللي أنه وقع هناك تصحيح أو انقلاب في الجزائر. ما كانش يدير إلا الأسلحة، كان يدير ثاني مهام سياسية دبلوماسية. الغرض من هذا الاتصال هذا موش ليطلب المساندة الأمريكية أو التزكية الأمريكية، وإنما كرسالة أن التقرير الذي قدم لكم فهو تقرير خاطئ. هو نوم ليبر حر ويستعملوه للمهام اللي تبان صعيبة.
بعد نجاح الانقلاب أصبح مسعود رجل المهمات الصعبة والتحقيقات الكبرى والملفات الشائكة، ليكلفه هوارب مدين بعدة ملفات كبرى ومهام تتعلق بالاتصالات والعلاقات الدولية لتثبيت حكمه والاعتراف بشرعية سلطتها. بعد الانقلاب لما نجح الانقلاب طلب منه باش يتصل بعبد الحفيظ بوصوف، طلب هو أن يصدر سي مبروك بيان يساند فيه إلى حد ما الصحيحة والانقلاب. سي عبد الحفيظ بوصوف استجاب الأمر وصرح في الصحافة السويسرية بمساندته لأنه عمل وطني وعمل كذا، وبالتالي في هذا المساندة اللي تجي من عند واحد من كبار من الرموز أو الركائز تاع الثورة التحريرية كان له صدى طيب. توطدت العلاقة إذن بين مسعود وبومدين أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد نجاح الانقلاب والدور الخفي الذي لعبه مسعود لصالح رفيق السلاح والكفاح، فأصبح رب أخ لم تلده أم بالنسبة لهوار بومدين. كان بيت مسعود هو الإقامة الدائمة لهوار بومدين عند كل نهاية أسبوع، وهو البيت الذي سيعرف تعارف ثم زواج هوار بومدين من عقيلته أنيسة بومدين، في حين أصبح مكتب الرئيس يدخله مسعود وقت ما شاء وكيف ما شاء من دون المرور عبر التشريفات أو البروتوكول ولا حتى عبر رئيس ديوانه أو الأمين العام للرئاسة. علاقات تعمقت وتشعبت بالود والسر بين زغار وبومدين. سيدفع مسعود لاحقا ثمن وفاتورة هذه العلاقة. شهادة السيد أمير محمد، أريد أن أشير أنه قبل زواج الرئيس الراحل هذا الأخير كان يذهب إلى مسكن زجار ويقضي معه كل العطل الأسبوعية، وبالتالي كانت كل أبواب البلاد مفتوحة له، وهكذا تمكن مسعود زجار حسب رأيي من مساعدة البلاد. كانت علاقة نتاعو تنجم تقول سي البرادر نتاعو لأنه بومدين، هذه علاقة مش علاقة نتاع أصحاب هكذا نتاع قهوة، علاقة نتاع أصحاب نتاع ناس خدموا مع بعضهم، خدموا في الثورة ما خدموش تاع نهار ولا زوج ولا عام ولا ذاك، خدموا عرفت مدة 4 ولا 5 سنين ولا مع بعضهم، علاقة متينة مش علاقة يعني نتاع هكذا نتاع مصالح ولا نتاع شو. هذه هي علاقة خاصة، علاقة خاصة كأنهم إخوة، خوم دايرو خوم ماشي دايرو عليا، ما كان سر بيناتهم، ما كان أي سر بيناتهم، كان راجل ثقة وراجل خفاء وراجل مهام صعبة و يطالعوا حتى التصرفات تاع وزير نتاعو تاع الخارجية. قلت لي سما يجي تما يعقب لا جورني في الويكند عنده خطاش في لابيلا تاع مسعود، عنده ينوطر بيلا تما وكان يجي هذاك يعقب لابيلا بسمو ثم تعرف بمرته أنيسة هيك، كان ثم تعرف بها مرته ثم من ثم الثقة ما بينتهم ثقة تاع الصح يعني تاع هكا الحبيب مسعود هو سي تلامي انتيم مسعود ورفيق رفيق ضرب يعني احنا واش لمسنا منه كان يحبه صح، حتى العائله تاع بومدين ربي يرحمه كانت تحب العمي وجوست ماتنا، ونهار الزوج كان هو اللي معاه هذا كان معاه تما، ورحت انا رحت انا التوازا ولا نروح مع مرته لاوروب نداويها. خطرتين تلاقيته هو ومرت بومدين في سويسرا، خطره في الطياره وخطره في الماشينه. مرت بومدين ما تخرج بلا رشيد، بومدين عنده ثقة تامة في رشيد هذه صح، والذي كان يقوم بتسفيرها بالعناية بها بالقيام بها في الخارج على كل حال، كانت تخرج باسم باسبور واحد اخر يعني هو اللي يقوم بها من تحت مصائب هذيك. شهادة قاصدي مرباح، زجار كان صديقا للرئيس بومدين
زكار كان يستقبل الرئيس في بيته وكان يتكفل بشؤونه الخاصة. ومنذ سنة 1973 زكار كان يتكفل بزوجته خلال سفرها للخارج. كان يروح على ساعة يروح معنا لفرنسا يوصلنا ثم وهو يروح وانا نقعد معها طوال 3 سنين. كان وافي بالنسبة لبوني حتى ولت في علاقة كما قلت حميمية. ومدين يدخل عنده للدار يبات عنده. مو كانت تجينا خواتاتو خوت مسعود وحنا خواتات بومدين وكنا عائلة فريدة لبس بينا. الدوك مزلنا استاصلوا بعضنا ونمشوا بعضنا الحمد لله. حنا كنا صغار وفي الفيلا تاع عمي ربي يرحمه كاينه بيسين. سمعنا نروحوا نعوم. النهار اللي كون جاي فيه بومدين الله يرحمه وبومدين كان عنده جناح خاص. رئيس الراحل هواري بومدين قبل زواجه كان الاسبوع نهايه الاسبوع يقضيها عند في السكن نتاع تاع سي مسعود. خسروا جناح ياكل اكله شعبيه وكانت اللي طيب له يخدم سعود على كل حال طيب الناكل هي الخامسة. شتي ياكل فرنسا شتي ياكل شخشوخة شتي ياكل العيش حوايج هذو اللي وصي يقول لنا ديروهم لي بلبو الطعام نديرو له طعام ثاني. كيقعد جاي نهار اللي واش يحب ياكل يقولوا راني جايه ودا ديروا لي هذيك الحاجه. كي كان يجيبوا مدينة ربي يرحمه حنا كانت سيتي انتيردي ما لازمش نحطوا لابيسين يمد تعليمات باللي ما كان حتى واحد يلعبوا بولا. لما نحب نشوف بو مدين يوم الاحد كان العطله الاسبوعيه نتصل ببو مدين على طريق زكار نحوس عليه نلقاه دائما على زكار. شهادة عبد المجيد علاهم. بخصوص علاقاته مع الرئيس الراحل كنت أجهل تماماً أيضاً ماذا كان يجري بينهم من أمور، لكن بالمقابل كان يسر إلي الرئيس الراحل هواري بومدين إذا أردت أن أقابل الرئيس فإنه يمكنني أن أجده في بيت مسعود زكار، وهذا ما كنت أفعله استثناءً عبر الهاتف. هو عنده الدار تاعو عنده الكتب يبدو انه انسان يقرا كثير مبدين هو رحمه الله يقرا و نهايه الاسبوع يرجع للعمل تاعو يرجع له. الجناح تاع بومدين لازم الله يرحمه لازم نهبطوا دي زيسكالي ونعبوا شغل الغابه باش نطلعوا له هذاك الجناح تاعو بواحد ما يروح ليه. دايوغ ما شفناهش وما عرفناش حتى مات بومدين ربي يرحمه باش قدرنا نروحوا له. انا بالنسبه لي الجناح تاع السكن بعد نسكن فيه نوردي. جاكلين شوارز او الايقونه فرنسيه المولد امريكيه النشاه قضت 20 سنة مع الرجل اللغز منذ تعرفها عليه سنه 66 900 و1000 إلى آخر يوم من اغتيال مسعود. جاكلين شوارز أو الأيقونة شقراء اللون لينة العريكة حادة الذكاء تجيد 5 لغات بارعة في التسويق موهوبة في إدارة التجارة مذهلة في التنظيم مدهشة في الانضباط. جاكلين تعتبر هي وجيمي أوبل من أخلص الناس لمسعود زغار. جاكلين هي بمثابة العمود الفقري للأعمال التجارية لمسعود، فهي من كتبت في بيت مسعود مذكرات هوار بومدين سنة 67-900 و1000 بعد محاولة اغتياله، وهي الوحيدة التي كانت على علم بهروب دليلة حينها. جاكلين شوارز هي من التقت في أحد فنادق سويسرا في قصة جونيف الشهيرة التي قادتها المخابرات الجزائرية التي كانت بمثابة انتهاك صريح للسيادة السويسرية وضرب للأعراف الدبلوماسية حين سلمت النقباء 3 تيرشين محمد نائب مدير المحكمة العسكرية النقيب شوقي ابن عيسى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية والنقيب العربي في الأمن العسكري.
وثائق ومستندات كانت وراء براءة مسعود الذي استأمنها على 40 حقيبة من الوثائق السرية. جاكلين أو الأيقونة في عالم المال والأعمال لمسعود استطاعت أن تختفي بعد النهاية التراجيدية لمسعود في عملية تمويهية بارعة لمدة 30 سنة، تحت شائعة أنها توفيت خوفا من أن يتم تصفيتها. جاكلين حية ترزق، تعيش حاليا في جنيف ولا زالت وفية ومخلصة لمسعود لحد الآن. خاضت مصر الشقيقة حربا مع العدو الإسرائيلي في نكسة 67-900-1000، والتي بسببها قطعت الجزائر علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف عربي موحد. قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي. ومن هنا أصبح مسعود زغار السفير السري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بتكليف من هوار بومدين، ومن خلال هذه الحرب أسس بومدين علاقة جديدة مع جمال عبد الناصر الذي أبدى رفضه وأعرب عن غضبه من إطاحة بومدين برفيقه بن بلة، حيث أرسل بومدين وحدات من الجيش الجزائري للقتال جنبا إلى جنب مع الأشقاء المصريين، وأرسل كذلك كل ما كانت تملكه من سرب طائرات المكون من 47 طائرة حربية للأشقاء المصريين، ناهيك عن صك على بياض الذي سلمه بومدين للرفقاء السوفيات من أجل تسليم كل ما تحتاجه مصر من سلاح. كل حال ما راكم ماشيين راكم حاملين معاكم كل المجد أنت على الأجيال السابقة، المجد أنت على المجاهدين أنت على الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد أنت على جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد أنت على 1.5 مليون أنت على الشهداء. هذا الدعم الجزائري جعل الأسطول السادس الأمريكي يرسو على تخوم مدينة شرشال، وهنا لعب مسعود زغار دورا بطوليا عندما عمل على إبعاد الأسطول الأمريكي السادس على مشارف شرشال من خلال علاقاته الوثيقة مع اللوبي الأمريكي النافذ. في أبريل 68 عملية محاولة اغتيال تاع الرئيس هواري بومدين. هاك شفتك الفيراج هذا كما نعت لكم قبيل، قلت كنا نشفع لها، واحد كان على اليمين وكان واحد على اليسار، سيناس اللي كان على جنبي انا يعني على اليسار شفت معاه بغى يقرص ولكن السلاح نتاعو حبس ما نعرف عليه كما يقولوا رومي سيطاري، اما اللي هو على جنبي على اليمنى قرص علينا. فيه رجال من السي ان اس اللي قرصوا على هواري بومدين، في الحقيقه حظوا برد. محاوله الاغتيال التي تعرض لها هواري بومدين على يد الرائد عمار ملاح الذي كاد يرديه قتيلا لولا فطنه السائق الشخصي لبومدين الذي لم يجد مكانا امنا يلجا اليه الا بيت مسعود زغار المقابل للسفارة الأمريكية في شارع البشير الإبراهيمي، وهو البيت الذي كان بومدين يقضي فيه دوما عطلته الأسبوعية، حيث لعب مسعود دورا كبيرا في الوقوف لجنب رفيقه وصديقه بومدين، هذا الأخير الذي جلب له مسعود كاتمة أسراره من جنيف جاكلين شورز التي تكفلت بالجانب المعنوي لبومدين. وحسب المعلومات المستقاة أن جاكلين كتبت مذكرات بومدين الشخصية
ولكن في هذا التحقيق لم نتمكن من جلبها. هو كان معه وين كان باللي سابه وكي جا معه بصح ما شافوهش. شي اللي كاين بيناتهم هذا ماشي الخفي على 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 انظار تاع الاخرين على كل حال الجوار تاعهم. حقق مسعود اختراقا استخباراتيا مهما في القاعدة العسكرية الفرنسية بالمرسى الكبير عندما أضحت قاعدة مكشوفة من خلال ما وضعه مسعود أمام بومدين من معلومات استخباراتية تتضمن ملفات وخرائط وأسماء عملاء جندهم مسعود من الجيش الفرنسي المرابض في القاعدة العسكرية بالمرسى الكبير. وبهذا يكون مسعود وراء خروج آخر جندي فرنسي من الجزائر بعد أن أضحت هذه القاعدة الاستعمارية قاعدة مكشوفة لدى المخابرات الجزائرية، وهي الحادثة التي لا ينساها له الفرنسيين والتي ستكلفه لاحقا مأساة حقيقة طالت شخصه وماله وشرفه. لعب مسعود دورا رياديا عندما كان وراء إطلاق الأسرى الأمريكيين في الهند الصينية الفيتنام. لعب دور في قضية في إطلاق سراح المسرحين الأسرى الأمريكية في الفيتنام. ورغم أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وأمريكا كانت مقطوعة منذ نكسة 67-900 ألف والتي لم تستعاد إلا في العام 74-900 ألف، وهي المرحلة التي لعب فيها مسعود دور السفير السري لبومدين. أوفدت في ذلك الوقت فرانك بورمان اللي هو شخصية ومعه اثنين من الشخصيات الكبيرة الأمريكية باش يقدموا شكرهم للدولة الجزائرية. هو جميل العرفان بالجميل مسعود زكار حول الدور اللي قاموا به في تحرير الأسرى الأمريكية من فيتنام. شهادة السيد آيت مسعودان. وحسب المكالمة الهاتفية التي أجريتها مع هواري بومدين والتي جعلتني أشعر أن مسعود كان مكلفا بخدمات هامة داخل جهاز الأمن، وعلمت أيضا أن زكار كان على اتصال بالزعماء الأمريكيين بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية معهم. جاب فرانك بورمان وجاب له هدية من هدايا اللي جابوها من القمر، كانت محطوطة في البار على الزجاجة هكذا إلى آخره، ودعوة رسمية من طرف نيكسون في ذاك الوقت للحضور لانطلاق أبولو 12 في ذاك الوقت. شهادة السيد آيت مسعودان. كنت استقبلت بمطار العاصمة رجل الفضاء الأمريكي بورمان بتعليمات من مسؤول التشريفات بالرئاسة، فإن ذلك يخص دور مسعود زكار فإنني أضعه بكل صدق في إطار المهمات المطلوبة. جاب روكفيلر اللي احنا وشوف بومدين سريا يعرف شخصيات كبار في فرنسا في في في, في الماريكان، والماريكان تايقين فيه. استطاع مسعود من جلب وجوه أمريكية من بينها رجل الفضاء الأمريكي العقيد فرانك بورمان وروكفيلر رئيس بنك تشيز مانهاتن بنك، حيث التقت الشخصيتين الأمريكيتين المرموقتين الرئيس الراحل هواري بومدين في بيت مسعود زغار، حيث جلب له حينها رائد الفضاء العقيد فرانك بورمان هدية أشبه بصخر حجري كان قد جلبها من أحد رحلاته للقمر كهدية من أمريكا إلى الجزائر، كما جلب روكفيلر سلة هامة من القروض فكت الحصار اقتصاديا آنذاك عن النظام البومدياني التي أطلق مشروع الثورات الثلاثة الزراعية الصناعية والثقافية،
وبهذا يكون مسعود قد مهد دبلوماسيا وسياسيا لعودة العلاقات الأمريكية الجزائرية على المستوى الرسمي والتمثيل الدبلوماسي، كما ساهم مساهمة كبيرة في جلب قروض هامة ساعدت في إنعاش الاقتصاد الجزائري وحركت عجلة التنمية. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. جاء في هذه الرسالة التي حصلت عليها الشروق حصريا المرسلة من طرف الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى مسعود زجار والمؤرخة في 27 أكتوبر 1970 عبر السفارة السويسرية في الجزائر. سفارة سويسرا في الجمهورية الجزائرية ملحقة الخدمة الأمريكية، السيد رشيد زجار سيد المحترم، كنت أعتقد أنك تود الرغبة في الاطلاع على نص الرسالة الشفوية التي طلبها من الرئيس نيكسون كي أحولها لك. ستجدون في هذا الإرسال نصها الكامل. أنا ممتن جدا لك على التسهيلات التي قدمتها لمبعوثي الشخصي خلال الزيارة التي قام بها العقيد فرانك بورمان إلى الجزائر، وذلك لفائدة مساجيننا في حرب الفيتنام. أريد أن أعبر أيضا عن شكري الشخصي والعائلي على الهدايا الرائعة التي استلمتموها مع العقيد بورمان. إن الأهمية التاريخية لهذه الأشياء تعطيها قيمة استثنائية وتسمح لنا بأن نقتسم الميراث الغني للجزائر. تقبلوا مني سيدي العزيز فائق التقدير والاحترام. ويليام إيفلتون، رئيس مصلحة الشؤون الأمريكية. تعمق وتعملق مسعود زغار في العلاقات الدولية وخاصة منها الأمريكية، حيث جمعته صداقات وطيدة مع الرؤساء الثلاثة الأمريكيين جون كينيدي، ريتشارد نيكسون، جيلارد فورد، ماكتمارا مدير البنك العالمي ووزير المالية سابقا، وكونالي عضو مجلس الشيوخ، وكلاين سيت وزير العدل آنذاك، بوب أندرسون من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، ناهيك عن روكفيلر مدير بنك تشيز مانهاتن بنك، ورائد الفضاء العقيد فرانك بورمان. وبهذا يكون قد كون لوبي جزائري في أمريكا يشتغل للمصالح السياسية والاقتصادية للجزائر. وبذلك وظف مسعود علاقاته مع لوبي يعمل بالتحديد في خدمة البلاد، وخاصة نظام بومدين الذي كان يجنح للمعسكر الاشتراكي السوفيتي. كانت علاقات تمتينا مع شخصيات قوية في الأمريكية، من جملتهم دافيد روكفيلر كان جانا للجزائر، جاء الجزائر هنايا، وفي ذاك الوقت دافيد روكفيلر هو شقيقه كان هنايا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا تعشيت معه على كل حال. شخصيات كبيرة خاصة نتاع البترول، ماشي ناس عاديين ولا في أعلى مستوى، نتاع في أعلى مستوى يبدو حتى عنده حتى علاقات حتى مع الرؤساء. ساهم مسعود زغار في تأميم المحروقات الذي أعلن عليه الرئيس هواري بومدين في 24 فبراير. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك بتاع الدولة، وهذا من خلال جلب شركة البازو سنة 69-900 ألف، التي أبرمت العقد الشهير مع الجزائر بشراء 10 ملايير متر مكعب من الغاز السائل على مدى ربع قرن. كما ساهم في ضمان تمويل مشروع الغاز المميع بأرزيو بقرض قدره 300 مليون دولار آنذاك، مقدم من بنك إكسيم بنك. فاش ربما فرنسا تبقى شدت له الحجة في قضية تأميم البترول، هو
نظن مسعود زكار لعب دور كبير باش امريكا ما تساندش فرنسا فيما يخص القمع نتاع الجزائر وباش ما تجيبلهاش يعني تخلق لهاش مشاكل جديده بالنسبه للتسويق نتاع البترول والغاز نتاعها. احنا فرنسا ضدنا وقالت لنا بلي البترول تاعكم دم كاين، وبالرغم من ان العلاقات مقطوعه، لان العلاقات كانت مقطوعه من 67 ولم ترجع الا في سنه 74. جاء في كتاب دوغول والجزائر للمؤرخ محمد عباس في الصفحة 451، ويعترف عبد السلام بالعيد بأن عقد البازو وقرض الأيكسيم بنك كان عاملا حاسما في تأميم 51% من البترول، والصمود بعد ذلك في وجه الحملة الفرنسية المسعورة التي باءت بالفشل. وهو الذنب الذي لن تغفره له فرنسا، حيث تسبب له في مأساة مباشرة عبر أياديها التي تركتهم في الجزائر، واستطاعت أن تنال من منزلته وعلاقته مع بومدين وشرفه العائلي. تلقى مسعود من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دعوة رسمية لحضور إطلاق أبولو 15 سنة 71-900 عبر رائد الفضاء العقيد فرانك بورمان الذي زار الجزائر العام 70-900 مبعوثا من طرف الرئيس الأمريكي بتقديم التهاني والثناء لمسعود زغار، تقديرا واحتراما جزاء لدوره في تحرير الأسرى الأمريكيين من الفيتنام، وكذا دوره في صيانة والمحافظة على علاقات ما تحت الطاولة بين أمريكا والجزائر في ظل علاقات دبلوماسية مقطوعة منذ العام 67-900. وقد حصلت الشروق على صور حصرية التقطها مسعود بنفسه من داخل القاعدة الأمريكية نازا للرحلات الفضائية أثناء إطلاق صاروخ أبولو 15 في 30 جوان من العام 71-900، حيث تميزت هذه الرحلة المكوكية عن سابقاتها باستعباد العربة القمرية. شهادة عمي مور. أكد السيد عمي مور السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لانطلاق الصاروخ أبولو 15 في 1971 و1972، وكان زكار مسؤولا عن هذه المهمة. أصبح مسعود قائد أهم إمبراطورية مالية تتوزع على عدة دول، وبالكاد نجد له مشروعا واحدا في الجزائر. ومرد ذلك أن بومدين كان اشتراكي الفكر والممارسة اقتصاديا، حيث لم تنجو ممتلكات مسعود من التأميم من طرف رفيق دربه هوار بومدين. لا يسمح لهم تعال. في حين كان مسعود ليبراليا ورأسماليا، وهذا يدل عن ذكاء مسعود الذي تفطن مبكرا لنجاح الرأسمالية على الاشتراكية، ومنه غرس كل مشاريعه الاقتصادية في عدة دول، حيث كانت الشركة الأم في بنما، في حين كان له ثلاثة مكاتب دولية، الأول في واشنطن والثاني في جنيف والثالث في باريس، وهي مكاتب ظاهرها تجاري وباطنها استخباراتي. مسعود كان وحده يمثل جهاز المخابرات الخارجية، يتبع مباشرة لمكتب بومدين، وهو جهاز موازي لجهاز قاصد مرباح. فقد اشترى مسعود فندق روزفلت الواقع في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، فندق يعد من حيث الرمزية ذروة سنام الثقافة والفن الأمريكي، كما اشترى فندق بونترغويا وسط مدريد المسمى على أحد مشاهير فن إسبانيا النحات والرسام فرانسيسكو غويا، بالإضافة إلى فندق في شارع الشانزليه بباريس، وشركات عابرة للقارات في تجارة البترول والذهب. كان مسعود رجلا ضليعا في تجارة السلاح نظرا لعلاقاته المتشعبة، فقد كان عراب السلاح للقائد معمر القذافي الذي جمعته مع صغار علاقة وثيقة، وكذلك كان المقتني الأول لياسر عرفات قائد حركة فتح.
كما ربطته علاقة وثيقة مع صدام حسين الذي باعه مسعود مشروع القنبلة الذرية. مسعود كان يملك طائرة خاصة تمكنه من التنقل، وهو الذي لا يعرف للراحة مكانا. كان كثير السفر، عديد الصفقات، ومتشعب العلاقات. الطائرة DC-8 هي ذاتها التي أعارها لصديقه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في حملته الانتخابية سنة 1969، وهي نفس الطائرة التي كان يضعها مسعود تحت تصرف صديقه جورج بوش الأب عندما كان مديرا لوكالات المخابرات الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، وهي الطائرة التي استخدمها مسعود لاختطاف شقيقته دليلة من موريال بكندا سنة 1978. ويظهر في يمين هذه الصورة كل من قائد طائرة مسعود ويتوسطه نجله البكر نور الدين ومسؤول أمن الطائرة في يسار الصورة. وفي هذا الفيديو الحصري والوحيد عن مسعود زغار الذي حصلت عليه الشروق، يظهر مسعود زغار في منتجعه بالبرتغال رفقة جيمي أوبل وبعض الأصدقاء الأمريكيين الآخرين. وحسب المعلومات المستقاة يتربع هذا المنتجع على مساحة 4500 هكتار، حيث كان مسعود يطوف عليه بطائرته الهليكوبتر نظرا لشساعته. قائد الطائرة الرئاسية، قمرة القيادة، حمداني جرجيري، محي الدين أبركان، السيدة بن شريف، العقيد بن شريف، السفير روكوول، الرئيس بومدين. من اليسار إلى اليمين، عبد الملك الحاج، هواري حافظ العيد، علاهم، إبراهيم، مرباح، مرباح، السيد بومدين، وزير الخارجية بوتفليقة، الوزير عبد السلام، الوزير بن يحيى. وقد حصلت الشروق حصريا على مخطط زيارة الرئيس الجزائري هواري بومدين للولايات المتحدة الأمريكية سنة 1974، والتي أطرها لوجستيكيا أمنيا ودبلوماسيا رشيد كازا. زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لفخامة السيد الرئيس هواري بومدين رئيس المجلس الوطني للثورة الجزائرية. قائمة المسافرين: طائرة كونفار التابعة للسلاح الجوي الأمريكي، الخميس 11 أبريل 1974، الساعة 9 صباحا الانطلاق غوارديا نيويورك، 10 صباحا الوصول إلى القاعدة الجوية أندرو. الرئيس بومدين، السيدة بومدين، السيد بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية، العقيد بن شريف، السيدة بن شريف، السيد عبد السلام وزير الصناعة والطاقة، السيد بن يحيى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد حمداني أمين عام مساعد بالرئاسة، السيد جزائري مستشار بالرئاسة، الرائد مرباح، السيدة مرباح، الدكتور محي الدين مستشار الإعلام بالرئاسة، السيد أبركان رئيس دائرة أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، السيد علاهم مسؤول التشريفات بالرئاسة، الدكتور أسكار إبراهيم، السيد سعيد عبد الملك، أمن هادف الحاج، أمن بن سليمان هواري، أمن حافظ العيد، أمن السفير ستوارد روكويل، السيد با كوسبي، السيد را فيلافونس، السيد تا ستورنغ، تا لي، السيد ويسلي، جيم كلارك، تا ماكارتي، السيد دا ماكينتوش. مصلحة أمن الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة الشهيرة التي قام بها الرئيس هواري بومدين للولايات المتحدة سنة 1974 لحضور أشغال الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة،
حول النظام الاقتصادي العالمي الجديد كناطق باسم حركة عدم الانحياز. وأساس النظام الاقتصادي العالمي الذي نعيش في ظله اليوم وهو في نظر أغلبية البشرية نظام جائر بار تجاوزه الزمن تماما، مثل النظام الاستعماري الذي يستمد منه أصوله ومضمونه. شهادة قصد مرباح. السيد مرباح في رسالته يؤكد أيضاً أن زجار كان في البعثة للولايات المتحدة الأمريكية وقد دفع شخصياً كل الفواتير. شهادة السيد عبد المجيد أوشيش. بعد ذهاب الوفد الرسمي الذي شارك في الدورة الاستثنائية في الأمم المتحدة حول النظام الاقتصادي العالمي الجديد، قمت بسفرية للولايات المتحدة الأمريكية بطلب من وزارة الدفاع الوطني التي كانت تريد الشركة الوطنية للبناء أن تعزز كفاءتها في مجال البناء. رشيد زجار نظم لي عدداً من الزيارات إلى مكاتب دراسات وشركات للإنتاج وتصنيع مواد البناء. المهمة أنجزت ما كان مطلوباً منها، الزيارات نفذت بحسب البرنامج المسطر، الاستقبال كان جيداً. رشيد زجار لم يرافقني في تنقلاتي، وكان بالإمكان أن أتبين أنه يتمتع بسمعة طيبة وحضور قوي. تكفل فيها مسعود حسب الشهادات بكل التكاليف المادية واللوجستية لهذه الزيارة، كما ضمن لقاء لمدة 10 دقائق بين الرئيس الأمريكي نيكسون وهواري بومدين على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون حضور وسائل الإعلام. وبهذا اللقاء الذي رتبه مسعود عادت العلاقة الأمريكية الجزائرية الرسمية والدبلوماسية بين البلدين، والتي ظلت مقطوعة لمدة 7 سنوات منذ حرب 67-900 على مصر. لجنة الاستقبال، سفراء دول عدم الانحياز. الساعة 10:05، الانطلاق من القاعدة الجوية أندرو في موكب سيارات باتجاه بلار هاوس. 11، الوصول إلى البيت الأبيض. الرئيس بومدين يلتقي الرئيس نيكسون. بعد اللقاء الانطلاق عبر موكب سيارات باتجاه بلار هاوس. 1:00، الوصول إلى كتابة الدولة. معالي هنري كيسينجر كاتب الدولة يقيم مأدبة غداء على شرف فخامة السيد هواري بومدين رئيس المجلس الوطني للثورة ورئيس مجلس وزراء الجمهورية الديمقراطية الشعبية للجزائر داخل قاعات ماديسون مونرو الطابق 8. بعد الانتهاء من مأدبة الغداء واللقاء، الانطلاق عبر موكب سيارات نحو بلار هاوس. شاهد فرع موكب السيارات 3. بعد منتصف النهار لقاءات خاصة ببلار هاوس. شهادة عبد المجيد علاهم. بالمقابل فإن مقابلات الشخصيات السياسية كانت متابعة من قبل من مديرية التشريفات، فهذه الأخيرة لم تكن مكلفة باتصالات الرئيس الراحل هواري بومدين مع الرئيس دافيد روكفيلر ورجال الأعمال الأمريكيين. الاتصالات كانت تبدو صنيعة مسعود زجار. من جهة أخرى وعلى العكس، الإجراءات المعتادة بمديرية التشريفات كانت غريبة جدا بخصوص شطرها المتعلق بالعتاد والمالية خلال هذه الزيارة الرئاسية. شهادة عمي مور. يؤكد أن زجار كان عضوا في البعثة الرئاسية التي ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 1974، وزجار دعم الصحفيين بصفة عامة لأن مهمتهم تمددت إلى يومين. ساعة
سنة 75-900 ألف هي سنة الحروب والخطوب لمسعود صغار، وهي السنة التي التحمت فيها الأدوار مع الأقدار، فهي السنة التي عرفت النزاع الحدودي بين إيران والعراق والحرب الأهلية اللبنانية واحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وهروب دليلة الشقيقة الصغرى لمسعود صغار مع عميل المخابرات الفرنسية دونيز ماشينو. اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية في أبريل 75-900 ألف، ومن هنا كان لزغار دورا فعالا بحكم علاقته الوطيدة مع ياسر عرفات قائد حركة فتح، أحد طرفي هذه الحرب الأهلية التي قادتها ضد الكتائب اللبنانية، فلعب دور السند والمدد من خلال توفير السلاح للأشقاء الفلسطينيين عبر شبكات سلاح دولية يتقن دروبها ومسالكها مسعود صغار، فهو بائع محترف لشتى أنواع السلاح والمعلومة الاستخباراتية، حيث كان يتمتع بنفوذ مالي واستخباراتي في الشرق الأوسط. حينها زود مسعود حركة فتح بسيل من المعلومات الاستخباراتية في إطار الحرب الأهلية التي كانت تدعم فيها إسرائيل بشير جميل قائد قوات الكتائب اللبنانية والتي ارتكبت جريمة إبادة في صبرا وشتيلة. ولا رجل نتاع دبلوماسية سرية أو موازية دبلوماسية باراليل. جاءت معاهدة الجزائر بين شاه إيران محمد رضا بهلوي ونائب الرئيس العراقي صدام حسين بعد نزاع حدودي بين إيران والعراق سنة 75-900 ألف، نزاع أدى فيما بعد إلى حرب الفخ التي دامت زهاء 8 سنوات. وبحكم العلاقة والصداقة التي جمعته بصدام حسين وشاه إيران، لعب مسعود دورا كبيرا كوسيط سري بين الإيرانيين والعراقيين. وفي هذه الصورة يظهر مسعود صغار وهو وزير الخارجية السري لدى بومدين مع وزير الخارجية العلنية عبد العزيز بوتفليقة بمعية الوزير الأول الإيراني أمير عباس هويدا ووزير خارجيته في إطار تسوية النزاع وتحضير ما عرف باتفاقية الجزائر. شبير عزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. احتل المغرب الصحراء الغربية من طرف الملك المغربي الحسن الثاني بعد خطابه الشهير في مراكش سنة 75-900 ألف، لتندلع الحرب بين جبهة البوليزاريو والجيش المغربي، وكادت أن تدخل الجزائر والمغرب في حرب ضروس، بوادر حرب لعب مسعود صغار دورا رياديا في لجمها. زغار مسعود لا روندو دي سيرفيس ان الجيري على الجيري مي لا ايفيتي اون غير ان اوتر فرونتيير. المغرب كان يعد لإعداد حرب مع الجزائر بتزكيه من كيسينجر، يا بعد يعني تحت الضغط تاع كيسينجر، باسكو ان امي دو زغار لا ابلي دي ايتازوني قال له يفوك تو فيان توت سويت me voir parce que il y a un problème en Algérie. كيقول لك مسعود بمعنى عنده معلومات، حصل على المعلومه ويعرف فاش يضد المعلومه هذه. ان نوم دو رونسينيوم راح ليه قال له attention Kissinger est le roi du Maroc prépare une agression sur l'Algérie. حيث كان مكلفا من طرف الرئيس هواري بومدين باتصالات سريه مع القصر الملكي. عبد العزيز بوتفليقه كان وزير الشؤون الخارجيه، ولكن من نظرا للموقف تاع سي بومدين تجاه القضيه نتاع الصحراء الغربيه ما يقدرش يقدم بوتفليقه اللي هو مسؤول رسمي في اتصالات مع المغرب. بعثوا بومدين لا انفوي او ماروك، لا انفوي ان تونيزي، لا انفوي ان ليبي، بور الى دي رانسينمون
إلا بوغ أفواغ دي رونسينمون. فبو مدين في التحقيقات الخطيرة والسرية يكلل بها زكار. وكي نقولوا بها زكار، زكار بما معمولش هو الشخص، عنده أجهزته، عنده وسائل الاستخباراتية، عنده يشري المعلومة يجيب المعلومة إلى آخره، هذا هو العمل الاستخباراتي. إنسان اللي راه عنده علاقات كبيرة، مطلع على أشياء اللي مش مطلع عليها سائر الأشخاص، يعرف سرار ويوصلها ويعرف كيفاش يقدمها. الجزائري فو انفوي سي افيون قالوا مي اتونسيون لي فرونسي سون ان ترين دو تورني دون لا ريجون اي فول بروتيجي لي ماروكان باش شوف يعني كومون مي زغارون ا بيردو كلكان ديكستراوردينير باسكو ايل ايم بيان سون بي. ويبدو ان مسعود قدر باش يوقف هذا. كان مسعود زكار يتلاقى مع أخت الحسن الثاني اللي كانت سفيرة في روما عائشة، كان يتلاقى معها. كان هو باش بالحريص على الحفاظ على العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين. وأنا شخصيا كنت والي في وهران لما جاء مسعود زكار هو عزيز بوتفليقة رئيس بوتفليقة، جاءوا لوهران استقبلتهم في وهران ومشينا للمطار تاع السينيا، استقبلنا الطائرة الخاصة نتاع عثمان اللي كان وزير الأول وكان نسيب الحسن الثاني. ديتهم لواحد المقر نتاع لاميروتي في وهران وخليتهم تحدثوا يعني مطولا. وهو الذي جمعته علاقة وطيدة مع العائلة المالكة، بدءا بمحمد الخامس أيام الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي، ثم مع نجليه الأميرة عائشة سفيرة المغرب بروما، والملك الحسن الثاني، حيث تطورت هذه العلاقات حتى أخذت طابعا عائليا. يظهر في هذه الصورة التي حصلت عليها الشروق حصريا محمد الأمين زغار، أصغر أبناء مسعود والوحيد حاليا، وهو على سرير قد أهداه الملك الحسن الثاني لمسعود بمناسبة المولود الجديد محمد أمين. وجهات النظر كانت تقاربت نوعا ما، كانوا على صدد أن يفرقوا القضية. ورغم هذه الأدوار إلا أن الأقدار باغتته وجاءته من حيث لا يحتسب، عندما قررت أصغر شقيقاته دليلة الهروب مع عميل المخابرات الفرنسية دوناز ماشينو تحت غواية ورواية الزواج. هي بريئة على كل حال في هذا الأمر، هذا يعني هي في عقليتها أن هذا زواج بالنسبة لنا كل يعني زواج منطقي، ولكن الخلفية انتهى وكشف الخلفية انتهى. دليلة زغار أو دليلة ماشينو من مواليد 12 ديسمبر 51 900 و1000 بالعلمة، والشقيقة الصغرى لمسعود زغار. تربت في كنف العز والشرف وترعرعت في هودج المال والسفر، سليلة أخوالها الشهيدين صبايح سعيد وصبايح صابري، وخالتها المجاهدة الفذة جميلة صبايحي معطوبة حرب التحرير، وشقيقة الشهيد إبراهيم زغار وحسين زغار معطوب حرب التحرير، وابنة عم مبارك الجيلاني مفجر مسيرات الثاني ماي بالعلمة 45 900 و1000. دليل زغار ابنة القهواجي بوزيدي وشقيقة الحلواجي مسعود. تلقت دليل تعليمها الابتدائي في مدرسة ابن باديس حاليا بالعلمة، ثم أكملت دراستها الإكمالية والثانوية في جنيف بسويسرا، ثم حصلت على ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة يوسف بن خدة بالعاصمة، ثم حصلت على ماجستير في اللغات من جامعة موريال بكندا، حاليا دكتورة في اللسانيات بجامعة الجزائر. دليلة زغار أو دليلة ماشينو عنيدة بالفطرة، مغامرة بالسليقة، حادة الطبع، مزاجية السلوك، ارتجالية الموقف. دليل زغار
صاحبة الهروب الشهير سنة 75-900-1000 مع عميل المخابرات الفرنسية دوناز ماشينو صاحب قناع الطالب الجامعي من الجزائر إلى جنيف إلى باريس ليستقر بها المقام بموريال بكندا. دليلة أو الخنساء بطلة الاختطاف الهوليودي سنة 78-900-1000 من موريال بكندا من طرف الذئب الأبيض رشيد كازا. تزوجت بعد دليل ماشينو كل من أستاذ في اللغات ثم طبيب جراح، تطلقت من كليهما. دليل زغار أو دليل ماشينو ومشيئة الأقدار والأدوار من عازفة البيانو بقصر شقيقها بالعلمة إلى بائعة الورد في موريال بكندا، وعلى شقيقها وعلى نفسها جنت دليلة. وتكرهت راح دها للسويس، ما أعرف ما من للسويس إجت المشي راحت لفرنسا، راحت لباريس، راحت مع طفل مع هذا وراحوا. هو كوطني كإنسان متدين ما قبلش هاد، وزيد عنده خلفية في راسو باعتبار رجل مخابرات، هو اعتبر ان القضية من تدبير المخابرات الأجنبية يعني اللي استهدافه يعني الوصول إليه. أدرك مسعود منذ أن فاتحته والدته صبايح نوار بهذا الزواج أنه مجرد اختراق استخباراتي فرنسي في صراع حرب الأجهزة للوصول إليه، ومنه الوصول إلى أقرب نقطة لبومدين على شاكلة الاختراق الذي حققه جهاز الموساد الإسرائيلي عبر العميل أشرف مروان الذي استطاع أن يتزوج ابنة جمال عبد الناصر، ومنه وصلت إسرائيل عبر هذا الزواج إلى جمع المعلومات وتحقيق ما لم تحققه الأجهزة الأخرى. هذه الدليل كانت ثم كانت تقرأ عنا في سير، وتعرفت مع واحد الجوري نهار راح مسعود سويس، خاطرش كان عنده ان بيرو سويس. جابوا هذاك الجوري هذاك ما نعرفش شنو كذاك، وداروا علاقات مع الطفله هذه، داروا معركه وخدموها من هنا، كل شيء بري فابريك. وقع الفأس في الرأس. الخنساء دليلة تغامر وتغادر العائلة في هروب صدم وحطم مسعود وأدخله مباشرة في حالة بحث هستيرية، حيث كلف مسعود رفيقيه المخلصين علي مزنان للبحث عنها في الجزائر وجيمي أوبل للبحث عنها خارج الجزائر. كنت دير لها واحد كان هذا جيمي أوبل أستاذ أمريكا، هو وكان مزنان علي، كان مزنان علي كان يحوس عليها، حوسوا عليها ما لقاوهاش مرة. قضية صارت في الخارج، هو ستانكو بريباري، ما كان والو، هذاك ستانكو داروه مسعود. الدرجة الأولى كان موش راضي ضد الزواج بأجنبي وخاصة بفرنسي، والعدو الذي انتعوا الفرنسا على كل حال. دوناز ماشينو تم اختياره بعناية كون والده شارك في الثورة التحريرية بصفته حامل الحقائب في الشبكة الشهيرة جونسون تحت قناع أنه طالب في جامعة الجزائر، لكن مسعود لم تنطلي عليه خدعة الفرنسيين، وهو الذي اخترقهم في أكثر من عملية استخباراتية. كانوا يقرأوا مع بعض هنا في الجزائر، كان بوي يقرأ هنا وتعرف بها، وراح هو راح لفرنسا ولحقاته ثم لفرنسا ورحت معاه الزوج ثم ورحت معاه قاعد معنا في الكندا. شو درتو؟ في ذيك مسعود حكم السكر، حكم ديابات في ذاك الوقت. في دينيته أن هذه العملية مدبرة لقصد المساس به، وعن طريق المساس ربما بحاجات أخرى، يعني لأنه مش مستهدف كشخص، هو مستهدف كمؤسسة كشخص ينتمي إلى نظام معين. وبهذا يكون قد تزوج مسعود زغار في حياته التي امتدت لستة عقود، ثلاث زيجات وكلهن على قيد الحياة لحد الآن.
الأولى السيدة فاطمة جرمون من العلمة التي تزوج منها سنة 39900 التي طلقها بعد 6 شهور من زواجهما، أنجب منها بنت وحيدة توفيت بعد الولادة. الثانية السيدة شميساء شريفي من وهران، تزوج منها مسعود سنة 52900 وهي من عائلة برجوازية، أنجب منها 5 أولاد: نادية، نور الدين، نصيرة، محمد الأمين وليلى. أما الزوجة الثالثة فهي السيدة نورية بنت إسماعيل من وهران، تزوج منها سنة 78900 وهي من عائلة ثرية، وقد أنجب منها بنت وحيدة فاطمة الزهراء. سنة 78900 كانت سنة المصائب والنوائب لمسعود، فهي السنة التي صدر فيها قانون منع العمولات، وبها تضررت شركاته وأعماله، ثم وقع الاختطاف الشهير الذي نفذه مسعود، حيث سيكلفه حملة شعواء وشنعاء قادتها الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية والكندية عبر وسائل إعلامية وجمعيات نسائية، لتتحول هذه القضية إلى قضية رأي عام دولي بامتياز وأزمة دبلوماسية حادة بين كندا والجزائر. وأكثر ما كلف مسعود هو اهتزاز العلاقة بينه وبين بومدين بعد 22 سنة من الصداقة المتينة، ومنه أخرجت هذه القضية مسعود من الظل إلى الأضواء. والقاعدة تقول أن ما من رجل استخباراتي خرج إلى الضوء إلا واحترق. بعد اتصل بي قال لي أرواح، قال لي تتعقب بي ما تهنا تشوف مرحي عارف كذا بيطول في الكذا أدى أخواته ودهم فامي وراحوا باش يعقبوا لي الويكاند في المال لي باكونس في الكندا. انا شاف عليه كانوا لي باك، كان العطله نتاع الربيع، عطله نتاع الربيع كانت داهم على اساس باش يقضيوا باش يقضيوا ايامات مع اختهم الشقيقه، يعني الزوجه والشقيقه تاعها. انتصروا بها ثم جات عندها بو كلش بنجوها وتلاقاو احنا في نتعشاو معها الى اخره. خطر عرضنا على العشاء تعشينا وانتهى الامر. في هذا الاختطاف الهوليودي الذي قاده مسعود زغار وشاركت فيه عائلته المتكونه من حرمه الماسون شريف شميساء ووالدته صبايح نوارة ونجله نور الدين وشقيقتيه زكيه وفريده اللتين تكفلتا بوضع المخدر والتناوب على دفع العربة المخصصة للمرضى التي وضعت عليها دليلا، وسهريه الدكتور بوعكاز خالد وحميد خوجة الذي امتنع عن ذكر تفاصيل قصة المخدر والطريقة التي استعمل بها. والله ما قلت نجاوب في هذه، أعطيني. لا. فيما تكفل مسعود بكل ما يتعلق بترتيبات المطار حتى لا يتم كشف هذه المجازفة والمخاطرة. إلى أشتري نافيون نافيون باش يجيبها. راح مسعود جابها، جاب أخته من هيته، جابها في الطيارة، جابها لهنا. كانت طائرة خاصة ومشينا للدار، هزينا الامتعة نتاعنا ورحنا طول المطار، جينا عاقبين فيها كانت في كروسة. كي جابها لهنا احنا باش يستدي لهنا، كي جابها لهنا ومن بعد كسايخ جاو مام الوكلاء تاع كندا هذاك جاو حتى لهنا، داروا لونكات نتاعهم وداروا هذيك. Il avait pris au domicile du médecin Michel Martini, demeurant à Alger, plus exactement à Bayner. Denis Martino, depuis le départ forcé de ses parents en 1978, était hébergé par le docteur Martini à Bayner, à Alger. C'était l'occasion ou jamais de se venger crapuleusement et ainsi j'étais la cible idéale étant donné la réputation de ma famille et la position de mon frère. Ils sont arrivés avec ces photos à me contraindre à quitter mon pays.
j'acceptais n'importe quoi sur le champ pourvu qu'on ne me déshonore pas et que mon frère n'ait pas ses photos scandaleuses entre ses mains. Ce matérialisme m'a fait que j'obéisse à tout et même écrire à mon frère la lettre de menace de campagne de presse qui m'a dictée et qu'il a postée lui-même à partir de Genève. Menace qu'il exécute actuellement. À Alger déjà, le plan de Martineau a été dressé. Et ainsi, je suivais aveuglément tout ce qui avait été décidé. مبدئيا كان متوقع هذا رد الفعل هذا. قلت كان قلت له في الطائره انا ما ذاك وقلت له لي رد الفعل راح يكون عنيف الاعلام الاخر وانتهز فرصه كما هذه وانتهز العلاقه بينك وبين الرئيس بومدين وراح نشغلوها اكبر استغلال قال لي زمعه قال لي انا جبت اختي ونفرح امها والشرف تاع البلاد والشرف تاع الاخر وباقي لطخت الصحافة الدولية خاصة الفرنسية سمعة بومدين من خلال قصة اختطاف دليلة ومورست عليه ضغوط دولية لكن بومدين صمد أمام هذه الحملة الإعلامية ولم يسلم مسعود للقضاء الدولي وظل وفيا لصديق السلاح والكفاح رغم اهتزاز العلاقة بين الرجلين. شهادة عبد المجيد علاهم. إلا أنه خلال قضية ماشين دليلة فإن الرئيس الذي كان حساسا بما دار حول القضية بلغني أن أتصل بمسعود زجار لكي أقول له إن القضية لها علاقة بمسألة عائلية وقضية شرف وأنه كان ينبغي أن لا يتجاوز هذا الأمر الإطار المخصص لها والذي لم تكن لي به علاقة. ولما رئيس المشرف الامور تدخل وقال هذه القضيه عائليه وقضيه ما عندهاش علاقه بهذيك فذاك الوقت وضع حد لهذا النقاش هذا وفرنسا فهمت الميساج حتى بومدين ضغطوا عليه باش يبعدوا مسعود على بومدين وصح كانت شويه العلاقات بقات شويه مع بومدين ما بقاش كما قبل بعدوه شويه على بومدين mon désarroi devant cet ultimateur, fille de bonne famille que je suis, et pour éviter un tel scandale, la seule solution, c'est de partir en quittant le pays. Une semaine après mon arrivée à Paris, Padella Mravel m'a demandé de passer avec elle à la télévision en présence de Simone de Beauvoir pour parler de la condition de la femme algérienne et déplorer mon cas personnel. J'ai refusé catégoriquement. Le seul moyen qui leur restait alors, c'était le mariage. Ainsi, Padella Mravel, son mari, Maurice Masquineau, et Harvey pensaient qu'en portant le nom Masquineau, mon frère n'aurait plus de pouvoir sur moi et qu'automatiquement je devenais française. Chose que j'ai toujours refusée. قال لي انا قضيه شرف هكذا قال لي انا قضيه شرف وقضيه وطنيه وما يلعبوش على الفرنسيس وين الجمعه جماعه تاع المسؤولين تاع الحكومه تاع في ذاك الوقت كان بومدين كان بومدين كان في الحكم في ذاك الوقت كانوا جماعات اللي حاولوا يفرقوا ما بين بومدين ومسعود حاولوا يطيحوا من السمعه تاع مسعود داروا لكو هذا وشفنا لما تمت العمليه الاعلام الفرنسي كيفاش استغل واحد الاستغلال بشع والله خاطيه انتقام يحاولوا ينتقموا منه وينتقموا منه صح باش يطيحوا من السمعه نتاعو باش يطيحوا من هذاك ويطيحوا شكله انت تتصور مثلا لو قضيه عاديه تنظم من اجلها تجمعات و à des fins politiques. Je précise que les parents des Masquineau ont été obligés de quitter l'Algérie pour leurs méfaits vis-à-vis de la jeunesse algérienne. D'ailleurs, Maurice Masquineau et Padella Mravel ont été révoqués pour avoir essayé de débaucher des jeunes filles algériennes pour les pousser à faire des mariages mixtes, symbolisant ainsi l'émancipation de la femme algérienne et en violant les principes sacrés de l'islam. Ces gens n'ont rien trouvé de mieux pour se venger contre le gouvernement algérien. Après avoir écrit le livre « L'Algérie des illusions », بعد سنتين من البحث والتمشيط
عثر عليها رفيق درب مسعود جيمي أوبل الذي جند محققين دوليين عثروا عليها في موريال بكندا، ومنها رسم مسعود خطته لاختطاف دليلة لرد الاعتبار لشرف العائلة ولرد الصاع صاعين للاستخبارات الفرنسية. اشترى بيتا وخصص طائرته الخاصة، ولعب ابنه البكر نور الدين الدور المحوري في استدراج عمته دليلة لعشاء، أين وضع لها مخدر اختاره بعناية طبيب العائلة الدكتور طالب سليمان السعيد شقيق وزير الخارجية طالب الإبراهيمي. مشينا في الطائرة عليك، درنا أول خط، دشنا احنا أول خط جوي بين مونريال والجزائر، وعلى بالو بها كان عليها حكينا على بنشتان كومونتي ما عند جماعه، وقبنا على الحرس بدون كذا، وكانت قريب تفطن وقريب ينتبه هذاك الرجل الامن، ولكن ما انتبهش رب العالمين سبحانه ربي سبحانه سهل الامور. لما قلت لك ركبنا في الطائره يقول باي الطائره كنا فيها غير احنا، كان هنا وكان صوت طبعا احنا الاولاد وانا والدكتور سيبوكاز وزوجه نتاع ولادو وانا وزوجه نتاعي ولادي ومسعود ولا ومن بعد نيا بالحمر. قال له قايد الطائره قال له بلي انا اللي في دو كيروزان، قال له ما نقدروا كنا نحكوا هلو معين، قال له نروحوا شنو كلوفون دير لهم اسمو، وجابوها ركبوها في الطائره وجابوها لهنا، داروا لي غران غران سكوندال Tous les Français, les Américains, les machins, ils ont cherché avec le. Le gars, il fait le mal quand il a le matar Houari Boumedien. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis le bibin dans le magasin de l'Allemagne. أبواب مجد العلماء جبناها معنا في الطائرة، ما على باليش إلا جابهم من شراهم في كندا ولا جابهم من أمريكا ولا كذا، لكن تفاجأت لما قلت الأبواب تشوف الإنسان وين راه الفكرة نتاعه وين ماشي يعني. كي حلت عينيها قالت روحها في العلماء من مونريال، احنا وصلنا جوية 10 ل 11 تاع الليل، كان فارغ ما فيهاش ما داير، من ثم لقينا السيارات ركبنا في مرنا ديريكتومون للعلماء. للعلماء بقينا فما، فاذا بيجي خبر باللي رانا مبحوث علينا وكذا، قالوا دخلت السويد دخلت. حسب الروايه المستقاه من محيط رشيد كازا الذي كان حانقا عن محي الدين عميمور الذي يتهمه مسعود بتسريب موضوع اختطاف دليلة للصحافه الفرنسيه عبر مراسل لوموند من الجزائر انذاك الصحفي الشهير بول بالطا. جويليا 75 900 ألف، دليلة تهرب مع دوناز ماشينو من جنيف إلى باريس لتستقر بكندا. 25 أفريل 78 900 ألف، اختطفها مسعود. 2 ماي، صدور مذكرة توقيف في حق مسعود زغار وسهريه الدكتور خالد بوعكاز وحميد خوجة. 19 ماي 78 900 ألف، تصرح دليلة لوزير العدل الكندي أنها غادرت من تلقاء نفسها كندا. 28 جوان 78 900 ألف، عشرات من الشخصيات الفرنسية من بينهم الكاتبة الشهيرة سيمون دو بوفوار، رئيس الوزراء الأسبق ليونيل جوسبان، والمؤرخ ماكسيم أورودينسون، والفيلسوف جون بول سارتر يراسلون الرئيس بومدين لإعادة دليلة لزوجها دليل. الأول من شهر جويليا 78 900 ألف، الوزير الأول الكندي بيير أليوت يصرح بمعارضته لاختطاف دليلة ويطالب بإعادتها لكندا. 15 جويلية 78 900 ألف، السيد بولوين الأمين العام للعلاقات الخارجية الكندي يلتقي في الجزائر مع السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية من أجل أخذ دليلة لسماعها أمام لجنة التحقيق، ليخبره بوتفليقة بتكليف من بومدين بأنها قضية عائلية صرفة لا علاقة للدولة بها.
21 جويلية 78 900 1000 السيد بيلاردو في بيت مسعود زغار بالعلمة لسماع دليلة ماشينو والتي أبلغته أنها لا ترغب في العودة إلى كندا وأنها غادرتها من دون اختطاف. 17 أوت 78 900 1000 مسيرة حاشدة في موريال بكندا للضغط على الجزائر لتسليمها. 84 900 1000 حدث الطلاق القانوني الإداري. هربت دليلة للمرة الثانية وصرحت لوسائل إعلام كندية من أمريكا أنها كانت مسجونة من طرف شقيقها مسعود وكذبت تصريحاتها السابقة، وبهذا رجعت لزوجها ماشينو الذي دخل الإسلام تحت اسم دليل ماشينو في خديعة ثانية ليكمل مسرحيته المخابراتية. لكن بعد أن وصلت إليه في كندا وجدته قد تزوج من صديقته التي كانت تؤطر معه المسيرات لاستعادة دليلة، ومن هو عليه فهمت دليلة أخيرا أنها كانت مجرد لعبة في حرب استخباراتية جزائرية فرنسية خرج منها مسعود بأضرار كبيرة ساهمت بشكل مباشر في الإطاحة به من خلال المؤامرة المحبوكة التي أدخلته السجن ثم أفقدته إمبراطوريته المالية ثم قضت عليه بالسم في اغتيال غامض في مدريد. الوفاة الفجائية لرفيق درب مسعود زغار هواري بومدين في 27 من ديسمبر سنة 78 900 1000. فقد مسعود المخلص لها الذي كان يمثل بالنسبة إليه الرفيق والصديق والطوق وصمام الأمان. هذاك النهار اللي شوفنا في ذاك الحالة اللي شوف تعذبنا العذاب كدينا باتش قال يتبكى وبكى وشموي لا دار مسافر مش غير أحسن صار فيه ما صار فيه مسعود هذي حبيب هو معي في كل شيء تربيع شيء صرامي ما كانش نخدم معه في الثورة نخدم معه في شموي ما كان حبيب بعد وفاة بومدين كان مسعود زكار يخدم كثير يعني مع بالنسبة لبعض المشاريع في الجزائر. إذا كان خدم كهمزة وصل في المشاريع في وقت بومدين لعل كان يعملها بدون ما يستفاد منها اقتصاديا ولا ماليا. يعني ان بتيت بيست نتاعي هذه زكار Il l'a rencontré Blouchet, voilà. Il l'a rencontré Zegal à Genève. Zegal Gallo, il y a que Bouteflera qui peut nous aider. Blouchet, tout de suite, il a convaincu Chadli, Zegal, attention, hein, c'est possible. Bad, وفاة الرئيس هواري بومدين رحمه الله أن مسعود كان متحمسين للرئيس هذا وهذه واحدة من الأسباب اللي في تثبت من الأساس نتاعو أيضا لما يساند سيد بن زيد محسوب على هواري بومدين علاقات مع أمريكا أكثر منها مع الإهمال لفرنسا نظام جديد مستخلف لنظام وطني يحاول استعادة علاقات مع ميتيرون مع فرنسا فهذه العوامل كامل جمعت واللي خلقت المؤامرات هذا. وفي خضم الصراع على خلافة الراحل بين عبد العزيز بوتفليقة والعقيد محمد صالح يحيوي
انحاز مسعود زغار إلى بوتفليقة. باسمهم جميعا وباسم شعبك العظيم، فأين أجد الكلمات يا أبو مدين؟ السي مسعود رحمه الله والرئيس بوتفليقة كانت مبينة، يعني عفوها الناس كل مش على صدقة متينة جدا. وهو الموقف الذي خلق ضغينة لدى الشاذلي بن جديد، وصار يحمل موقفا مسبقا لمسعود زغار بعد أن نقل إليه بلهوشات ما دار بينه وبين مسعود في جنيف حول الشاذلي بن جديد الذي تم اختياره من طرف العقداء الثلاثة بلهوشات ورشيد بن يلس وقاسم مرباحة، الذين قرروا في مدرسة برج البحري التي كان على رأسها العربي بالخير أن يكون الشاذلي رئيسا بدل المتسابقين بوتفليقة ويحياوي لخلافة الراحل هوار بو مدين. كان هو بنظره باللي أن بوتفليقة هو اللي هو الرئيس المقبل بعد وفاة، هو ما كاش لم يخطر في بالي ابدا باللي الرئيس الشاذلي بن جديد سيصبح هو الرئيس. لا لا الحسابات بين ربما بين الناس اللي كاع ما ساعدهمش في الماضي، ما نعرف على كل حال كانوا بالك شي يعتبروا باللي زكار كان الكونكيرون تاعهم منافس بالنسبه لهم. علي مزنان ظل مسعود وأمين سره تم صيده من خلال فخ نصب لمسعود زغار لاغتياله على الأراضي الفرنسية. بقي علي مزنان وفيا لمسعود زغار منذ سن الشباب في الأربعينيات. هذه الصداقة المتينة بين علي ومسعود تعززت في المشوار الثوري في رحلة الكفاح وصنع السلاح. وبعد الاستقلال بقي الرجل قريبا جدا من مسعود كمكلف بمهام داخل وخارج الوطن، وهو ما جعله العلبة السوداء لمسعود. في أحد سفرياته إلى جنيف برفقة حرمه المصون وابنته التي كانت على أبواب الزفاف، وبعد مكوثه في جنيف زهاء الشهرين عاد مع مسعود في سيارة من نوع بيام انطلاقا من سويسرا يوم الاثنين 25 جوان من العام 80-900-1000. وعند دخولها إلى التراب الفرنسي وبالتحديد غرونوبل توقفوا في مكان للاستراحة ليغادر مسعود السيارة بعد اتصال طارئ تلقاه في تلك اللحظة. بينما وصل علي مزنان وحرمه ونجلته الطريق باتجاه العاصمة باريس، لكن عند دخول إقليم ليون وبعد تجاوز مدينة فلورنس وعند منعطف بلدة مونتيمار وقعت الواقعة. كان المشهد جد مأساويا، حيث لفظ علي مزنان أنفاسه مباشرة بعد الارتطام، وجد بعدها جثة هامدة. أما حرمه فاطمة زهراء جلالي وابنته دليلة مزنان لم يعثر على أي قطعة من جثتيهما بعد انفجار السيارة وتفحمها عن آخرها. يبقى الغريب والعجيب في الأمر أن سائق الشاحنة الذي كان قادما من البرتغال والذي نفذ الجريمة وبعد إخضاعه لعملية قياس نسبة الكحول في الدم تبين أنه لم يكن مخمورا ولم يتخذ في حقه أي إجراء قانوني سوى سحب رخصة السياقة لمدة 6 شهور. وبعد مرور 35 سنة من تلك الحادثة راسلنا محامي علي مزنان عبر البريد الإلكتروني وجاء جوابه كالآتي:
لقد تلقيت بريدك الإلكتروني، يؤسفني أن أبلغكم أنه ليس بوسع تلبية طلبكم، وللعلم فإن أرشيف الملفات المنتهية لا يحفظ منها بديوان إلا 10 سنوات، وضرورة الحفظ القانونية مدتها 5 سنوات. هذا وإنه يمر اليوم 30 سنة عن انتهاء دراسة الملف. أرجو أن تتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام. المرشد الأول لمسعود زغار عبد الحفيظ بوصوف، مؤسس المخابرات الجزائرية، ظل يحلم بجلب المشروع القنبلة الذرية، ولكن وافته المنية من دون أن يحقق مشروع القنبلة، وهو ذاته المشروع الذي ورثه مسعود، حيث ظل ينحت في علاقاته مع شبكات السلاح العالمية حتى عثر وجلب هذا المشروع الذي سيكلفه غاليا. عندما تم التعجيل بنج مؤامرة محبوكة انتهت بمسعود في غياهب سجن البوليدة العسكرية ثم الاغتيال لاحقا. وقد لعبت الأياد الخفية لفرنسا بالجزائر في تصفية هذا الرجل رمزيا وتاريخيا وجسديا. وحسب معلومات لأن كان عنده جاب مشروع تاع قنبلة، قنبلة ذرية، وحسب ما يبدو عرضها عن طريق الواسطة على دائما على العربي بالخير. À partir de ça, Galou, je ne peux pas les donner des renseignements à ceux qui me le demandent, qui ne sont pas présidents de la République. Parce que Galou, c'est les secrets d'un président de la République, Boumedine Lahmou, qui m'a donné des ordres, des missions, il m'a confié des missions, et c'est un président de la République qui doit savoir ce que j'ai fait. Et c'est vrai, c'est important ça. Mais ils n'ont pas voulu le laisser passer à Chadli. كان حاب يوصل للشادلي بن جديد على اساس انه عنده اصالح حاب يقدمها له، هذا السبب الاساسي اللي حب باش يوصل للشادلي بن جديد. هما باش يقطعوا له هذا، ممكن الشادلي بن جديد ثاني معاهم. شهادة عبد المجيد علاهم. خلال شهر فيفري 1979 اتصل بمسعود زجار وطلب مني أن أودع طلبا باسم الرئيس الشاذلي بن جديد، يقول فيه أنه يريد رؤيته بخصوص قضية على قدر كبير من الأهمية وأن أقدم له بعض الوثائق. لقد حولت هذا الطلب إلى جهة عالية، لكن هذه الجهة رفضت، مع العلم أنه إذا كان لدى المعني وثائق مهمة كان يمكن أن يسلمها للرئيس، وكان يمكن أن يسلمها لي. فرنسا الاستعمارية لم ولن تسمح أن تمتلك الجزائر السلاح النووي، ولم ولن تغفر هذا الذنب لمسعود، وهو السبب المباشر الذي عجل بالمؤامرة المأساوية التي طالت مسعود. مسعود باعتباره كان يتعامل مع رئيس الدولة، واعتقد أنه كانت عنده أسرار تتعلق بالدولة، كان يحاول باش يتصل برئيس الخليفة هواري بومدين، حاول يتصل بخليفة هواري بومدين. في هذاك الوقت كان العربي بالخير هو الأمين العام للرئاسة ومدير الديوان، لازم يكون على طريقه. قال له أنا ماذا بيا نتصل بالرئيس الشادي بن جديد، لأنه عندي أمور باش نسلمها له من يدي ليده، ما حبش باش يكون انترميتير، مانيش عارف أنا هذا. اسكو العربي بالخير بلغ هذه الرسالة هذه للشادي بن جديد أم لا؟ لا، ولم يكن هناك أي اتصال بين الشادي بن جديد أو مسعود زكر. علاهم أحد الشاذلي قالوا قولوا شوف أنا ما نسحقوش، إذا كان عنده وثائق باش يعطيهم لي يعطيهم لك وأنا نشوفهم. سي سكي سي باسي، سي سكي سي باسي. هل استلمه أو لم يستلمه ما على باليش، لكن استقبل المشروع بطريقة استهتارية تقريبا. يا دو بيرسون كي اتست كو شاذلي ا دي سا. Je ne veux pas le voir. Il y a le Khdem Abou Medine, il y a le Khdem Abou Medine.
كيف كانت العلاقة مع العرب بالخير؟ وكيف نشزت هذه العلاقة؟ وكيف تحولت من تعاون إلى انتقام وثار؟ الأرجح في كل المعلومات المتواترة أن قضية مشروع القنبلة الذرية التي جلبها مسعود لشاذلي بن جديد كانت ذنبا لا يغتفر. أنه رجل استخبارات عالمي، بمعنى المعلومة يجيبها يجيبها. في هذا الإطار استخباراتي، التسليح، اللاسلكي إلى آخره، تحصل على مشروع القنبلة النووية. هل علم الفرنسيون بقضية القنبلة الذرية؟ لكن من أعلمهم وكيف؟ ويظهر لي أن هذا المشروع هذا جاب باش يعرضوا على باعتباره وطني قبل ما يدير المشروع هذا دولة أخرى سبق به الجزائر. يعني يظهر لي أن هذه المسألة هذه لقيت استنفار أو كبير. الحرب بالخير تو بريباري مي هو اي فو با كو malgré tout ça il veut pas qu'il contacte le président. فطلب منه حسب المعلومات ايضا انه يحاول يمد يسلم المشروع نتاعو هذا اي دوله باستثناء ليبيا. القذا فكر يجي سلاح كما كان سلاح يبثلو يجيبو سلاح يدبرلو سلاح مش يجيبو يدبرلو سلاح. في هذاك الوقت مسعود كان يجيب القذافي اخدم بور قذافي باغ اكزومبل الى مام في دي زافير Il a travaillé avec Gaddafi sur l'instruction de Boumedine. حسب المعلومات أن هذا المشروع هذا القنبلة هذا تم حتى به الرحيل في العراق. خدم مع صدام حسين هي. وربما هذه من الأسباب نتاع الأسباب اللي عجلت بالمؤامرة وهذه من الأسباب ربما اللي على أساس يقولوا المساس بالدفاع الوطني. جزائرنا يا بلاد الجدد فحضنا نحطم عنك القيود. جزائرنا يا بلاد الجدد فحضنا نحطم عنك القيود. ففيك برغم العدا سنسد ونعصف منك زحفنا على الغاصبين.